بسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. الرب معكم ومع روحك ايضا. بانجيل اليوم رح نسمع الابرص عمله يقول ليسوع: ان شئت فانت قادر ان تبرئني. من القديسه تريزا الافيليه ليسوع الحاضره معنا اليوم، كمان هي عاشت هالاختبار وطلبت اكثر من مره مع بدء صلاتها الشفاء من خطاياها، لأن كل إيمان وثقة أن الرب قادر أنه يشفينا جميعاً من ضعفنا وخطايانا. ولذلك مع بداية قداسنا بنوضع ذاتنا بحضرة الله الآب وبنطلب منه أنه يساعدنا تنشفى من خطايانا مع بدء الصوم الكبير. أنا أعترف رحيمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. لنصلي. اللهم يا من قلت إنك تقيم في النفوس المستقيمة الصادقة، أنعم علينا بأن نرعى كلامك ونحفظه فتصبح نفوسنا مساكن لائقة بجلالك العظيم. بربنا يسوع المسيح ابنك الحي المالك معك ومعه القدس إلى دهر الدهور. آمين. قراءة أولى من سفر الأحبار. كلم الرب موسى وهارون قائلاً: أي إنسان كان في جلد بدنه نطق أو قوباء أو لمعة تؤول في جلد بدنه إلى بلوى برص، فليؤتى به إلى هارون الكاهن أو واحد من بنيه الكهنة. فالرجل أبرص وهو نجس، فليحكم الكاهن بنجاسته
فإن بلواه في رأسه، والأبرص الذي به البلوى تكون ثيابه مفتقة ورأسه مكشوفا، ويلتثم على شاربيه وينادي: نجس نجس. ما أقامت به البلوى يكون نجسا، إنه نجس فليقم منفردا، وفي خارج المحلة يكون مقامه. كلام الرب. الشكر لله. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثوس. أيها الإخوة، إذا أكلتم أو شربتم أو مهما فعلتم، فافعلوا كل شيء لمجد الله. لا تكونوا عيثاراً لليهود ولا لليونانيين ولا لكنيسة الله، بل اقتدوا بي، فأنا أيضاً أجتهد في إرضاء جميع الناس في كل شيء، ولا أسعى إلى خيري بل إلى خير الكثرة من الناس لينالوا الخلاص. اقتدوا بي كما أقتدي أنا بالمسيح. كلام الرب. الشكر لله. Hallelujah.
قصد الله شعبه. فصل من بشارة القديس مرقس الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب. في ذلك الزمان أتى يسوع أبرص يتوسل إليه فجث وقال له: إن شئت فأنت قادر على أن تبرئني. فأشفق عليه يسوع ومد يده فلمسه وقال له: قد شئت فابرأ. فزال عنه البرص لوقته وبرئ. فصرفه يسوع بعدما أنذره بلهجة شديدة فقال له: إياك أن تخبر أحدا بشيء، ولكن اذهب إلى الكاهن فأره نفسك، ثم قرب عن برئك ما أمر به موسى شهادة لديهم. أما هو فانصرف وأخذ ينادي بأعلى صوته ويذيع الخبر، فصار يسوع لا يستطيع أن يدخل مدينة علانية، بل كان يقيم في ظاهرها في أماكن مقفرة والناس يأتون من كل مكان. حقا والأمان لجميعكم. أما هو فانصرف وأخذ ينادي بأعلى صوته ويذيع الخبر: ميزيريكورديس دوميني إن إترنوم كانتابو. إذا الأبرص قال هالعبارة عبارة الشكر للرب إنه شفاه من مرضه، إمنا القديسة تريزا الأفلية رددت: أتغنى بمراحم الرب إلى الأبد، لأن هي كمان شفيت من المرض ومن عدة أشياء وبدأت تتغنى بالرب. إنجيل اليوم وقراءات اليوم حسب الطقس اللاتيني الروماني بيوضعونا ببدء زمن الصوم، وبيدعونا تكل واحد منا. هون أخذوا مثل الأبرص: نشكر الرب إنه ما عندنا هالمرض، بس بيكون عندنا مرض روحي آخر مبعدنا عن الرب، وهالمرض هيدا هي خطيئتنا. هالمرض هيدا بيكون علاقتنا مع قريبنا ومع الله. ولذلك مع بدء زمن الصوم مثل ما هالأبرص شاف حاله معزول بعيد عن الجماعة لأنه مصاب بهالمرض الجسدي، وهيدا تطبيق للعهد القديم مثل ما سمعنا بالقراءة الأولى سفر الأحبار، مضطر يكون بعيد تما يعدي غيره، مضطر يكون بعيد لأنه مرزول مرتكب خطيئة كبيرة
مرض نفسي منه هو أو من أهله أو من الآخرين، لكن لازم يكون بعيد عن الجماعة. هون بنشوف بالعهد الجديد مع يسوع ترب من يسوع وبكل ثقة وبكل إيمان، وقال له هالعبارة: إن شئت فأنت قادر على أن تبرئني. ما قال له أنت فيك تشفيني، شفيني فورا. لكن يسوع شعر وشاف شو حيلته، ومد له إيده ولمسه وشفاه. بهالطريقة هيدي أعيده إلى حيلته الطبيعية، أعيده إلى الجماعة. نحن هلأ بهالزمن الصوم اللي بدنا ندخله، بدنا يسوع يلمسنا، يلمسنا من داخلنا، مثل ما لمس القديسة تريزا الأفلية، رح أحكي معها بعد شوي، يلي هي كمان مرت بذات الحالة، حالة المرض، حالة التعب، حالة الابتعاد عن الجماعة، ومن ثم شفت بنعمة الرب وأصبحت أم ومعلمة ومصلحة ومؤسسة. بعودته لقلب الجماعة صار يسوع عم يتكمل رسالته. رسالته يظهر قوة الله الآب بكل الشفاءات اللي عمال يعملها، وبذات الوقت الشخص أصبح واحد عم يمجد الرب، وهيدا كل واحد منا بعد ما يشفى ويتغفر خطيئته من واجبه أنه يمجد الرب ويعمل بمشيئة الرب وينادي باسم الرب ويبشر فيه في كل أقطار العالم. كمان لفتة صغيرة ما بين القراءة الأولى والقراءة الثانية، في عندنا بولس الرسول رسالته الأولى قال كورينثوس. نحن هلأ بدنا نبدأ بزمن الصوم، كتار منهم عم تصوم، عم تاكل، عم تشرب، شو عمل بزمن الصوم؟ إذا بنتأمل بهالمقطع الصغير من رسالة القديس بولس بنشوف لا الأكل ولا الشرب. وشو من عملته؟ لازم تعملوه: فافعلوا كل شيء لمجد الله. اتمثلوا فيي، عم يقول بولس الرسول، لأني أنا عملي اتمثل بالمسيح. مثل ما المسيح قدم ذاته وأحبنا جميعا وغفر لنا خطيئتنا وشفانا من أسقامنا ومات من أجلنا وقام في اليوم الثالث، أنا كمان بتمثل بالمسيح. ما بعمل هالأشياء مثل ما بيقول بولس الرسول، أو عملوها تعملوها أنتم إرضاء لجميع الناس. هيدي بتمنى بهالزمن، زمن الصوم، إذا عم نصوم، عم نصلي، عم نتصدق، نكون عملنا نعمله لمجد الله، تنكون عم نكمل رسالتنا كمسيحيين مؤمنين وليس للمظاهر فقط. وبنشكر الرب انه نحن جماعة مؤمنة، شعب مؤمن، مؤمن بكلمة الرب، مؤمن بالأعمال الرب أعطانا إياها، بالنعم اللي منحنا إياها وعم يمنحنا إياها. اليوم منحنا نعمة انه نلتقى كليتنا سوا مع بعضنا حول القديسة تريزيا الأفيلية. ولذلك أنا بداية بدي أوضح، لأنه كتار من الأشخاص عم يسألوني: هيدي عصا القديسة تريزيا الطفل يسوع؟ لأنه نحن منعرف القديسة تريزيا الطفل يسوع، القديسة تريزيا الأفيلية ليسوع هي الأم كل القديسي الكرمل، هي الأساس. عاشت في إسبانيا، ولدت في إسبانيا بأفيلا سنة 1515 28 أدار. ولذلك نحن القداس الكبير رح يكون السنة بالنسبة المئوية الخامسة لولادتها، رح يكون حول أبينا البطريار بكركي ب 28 أدار الساعة 5. وهيدا هالحدث رح يكون عالمي بالرهبنة الكرملية والكنيسة كليتها سوا، لأنه قداسة البابا رح يكون بأفيلا ويترأس الذبيحة. ولدت بأفيلا ب 28 أدار 1515، ونحن عم نحتفل بالمئوية الخامسة لولادتها. فإذا نحن بالقرن السادس عشر، بينما القديسة تريزيا للطفل يسوع ولدت بليزيو سنة 1873
وتوفت سنة 1897. فإذا عندنا تقريبا قرنين بيفصلون، ثلاث قرون بيفصلون عن بعضهم. بهالثلاث قرون القديسة تريزا الأفيلية عملت كتير إشياء بحياتها بين 1515 و1582، ونحن بعدنا عم نتنعم فيهم. والشيء الكبير اللي عمليته بيبدأ من الأعمال الكاملة اللي كتبتها كلياتها سوا. نحن تنفهم سان تريز، تريز الأفيلية، تريزا لأنه بالإسباني تريزا وبالفرنسي تريز. تنفهم تريز، تريزا الأفيلية لازم نقرأ لأعمالها أكثر ما نسمع عم نحكي عنها. إذا اليوم عملنا نحكي عن المرض، رح أقرأ لكم مقطع بسيط. وقت اللي هي مرضت كتير واضطرت تترك الدير وتروح لعند أختها لأنه ما بقى يتحملوها من وجعها ونقها، توصف المرض اللي كانت عايشة فيه ويلي الرب شفاها منه. أقمت في تلك المحلة 3 أشهر، عانيت خلالها آلاماً مبرحة. هيدا بكتابة السيرة يلي هي كتبيته بإيدها، الفصل 5. لأن العلاج كان أقوى مما تتحمله بنيتي. بعد انقضاء 2 شهر كادوا أن يقضوا على حياتي من فرط الأدوية، واشتدت أكثر من ذي قبل حدة وجع القلب الذي مضيت لمعالجته، حتى بدت أخال أحياناً أنهم يمزقونه بأنياب حداد، وخشي قومي أن أكون مصابة بالكلب، ووهنت كواي لأني ما كنت أستسيغ غذاء خلال سوائل لشدة قرفي، ولازمتني الحمى وبراني السقم لمثابرتي يوميا طوال 1 شهر تقريبا على جرع المسهلات، فضرمت أحشائي وأخذت أعصابي تتشنج وتسبب لي آلاما لا تطاق، حتى لم أجد راحة ليلا ولا نهارا، وتملكني حزن عميق. هيدا من جراء المرض الجسدي اللي كانت مصاب فيه. وعندها مرض تاني كان، هو كان مرض الروحي، ما عم تقدر تصلي، ما عم تقدر تتأمل. وبين 2 حصل عندها الارتداد الكبير وقت اللي فاتت على الكنيسة على المصلى وشافت الراهبات جايبين تمثال ليسوع مثخن بالجراح، يسوع مربوط على عمود ونازل منه دم كتير، وهي أمام هالمشهد انطرحت عند أقدامه وتابت وأرادت تكون بكليتها ليسوع. من هون نحن اللي موجودين هلأ كمان بمزار الطفل يسوع براغ له صلة بالتريز ليسوع، لأنه وقت اللي كانت مريضة وما عم تقدر تمشي وتقدر تتحرك، حاولت هي وعم تزحف على إيديها، وصلت قدام الباب تطلع على درج بقلب الدير، هالأدراج بالقرن 15 و16، بتشوف طفل أمامها، بتقول له مينك أنت؟ تعرفوا الدير المحصن ما بيقدر يفوت عليها مين من كان، ولا في مجال واحد يفوت. بتقول له للطفل مينك أنت؟ قال له لا أنت مينك إليلي؟ قالت له أنا تريز ليسوع، وقال لها أنا يسوع لتريز، واختفى الطفل. من هون القديسة تريزيا بعد ما الرب أعطاها النعم وشفاها بدأت رسالتها، رسالتها المعلمة من كتاباتها، رسالتها المصلحة، أصلحت فرع الرهبان والراهبات، المؤسسة، وهيدي الأهمية. وبما أنه أصبحت مؤسسة معناته بدها تنطلق، وانطلاقتها كانت صعبة جدا، بس الرب كان معها، والرب اللي كان يسوع هو اللي كان عم يوجهها بأدق التفاصيل، وهي كانت عم تسمع له. وهيدي أهمية تعليم القديسة تريزيا وكافة القديسين بالنسبة لنا نحن. عدة مرات بنظن إنه الرب بعيد عنا، الرب منه عم يسمعنا، ننسى إنه الرب موجود معنا وين ما كنا وشو ما عملنا، بس عشرت نحن نكون لإله مثل ما كانت تريز. من هون أعطاها القوة واندفعت لتأسيس الأديار
وأسست 17 دائر، ما رح أحكي عنه لأنه كاتب كتاب عنوانه التأسيسات، لكن الأهمية إنه هي وماشي عم تتكئ على العصا، وهالعصا هيدي أرادت الرهبانية الكرملية بمناسبة المئوية الخامسة إنه هالمسيرة اللي بدأتها أمنا القديسة تريزيا بالقرن السادس عشر متكئة على عصا، وهالعصا هي علامة العلامة العمودية، العلاقة العمودية بين الله والأرض، بين السماء والأرض، وانطلقت متكلة على الرب. كفت المسيرة من إسبانيا إلى أوروبا إلى القارات الخمس، ولذلك ما أنه هالمسيرة بعدها موجودة ورهبان وراهبات الكرمل عم ينتشروا بالعالم كليته سوا، وعملوا يعيشوا روحانية أمنا القديسة تريزا الأفيلية، واللي بيقرأ كتاباتها وبيعيش حسب هالروحانية العميقة اللي عاشتها، ساعتها بردد القصيدة يلي فيها هالصلاة رح نقولها آخر شيء وبختم: إني لك ولدت، ماذا تريد بعد أن تفعل بي؟ إني لك. وإن شاء الله كليتنا سوا نحن بنكون ليسوع، ويسوع يملك على قلبنا جميعا بشفاعة العذراء مريم سيدة جبل الكرمل. آمين. نواف ومنجدد إيماننا، نؤمن بإله واحد. أيها الإخوة الأحباء، في لقائنا مع القديسة تريزيا ليسوع الأفيلية لنرفع صلاتنا لله الآب القادر على كل شيء، الذي يريد أن يخلص جميع الناس ويبلغوا معرفة الحق. مع أمنا القديسة تريزيا ليسوع نصلي من أجل كنيسة المسيح المقدسة أن يحفظها الرب الإله بمحبته، ويعمل الروح القدس بمواهبه على ازدهارها. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. مع أمنا القديسة تريزيا ليسوع نصلي من أجل رؤسائنا الروحيين قداسة البابا فرانسيس حبرنا الأعظم والبطاركة والأساقفة والكهنة، أن يسبغ عليهم الرب الإله نعمه الروحية والجسدية، فيواصلوا مسيرتهم الإنجيلية مقتدين بمعلمهم يسوع المسيح. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. مع أمنا القديسة تريزيا ليسوع نصلي من أجل الرهبانية الكرملية في العالم، ومن أجل كل الرهبانيات والجمعيات التي سارت بحسب روح القديسة تريزيا ليسوع، أن ينميها الرب ويجعلها شعلة صلاة ومحبة. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. مع أمنا القديسة تريزيا ليسوع نصلي من أجل رؤسائنا المدنيين والعسكريين، كي يجمع الله القادر على كل شيء
شعبه على كل عمل صالح وعلى الوئام والوفاق إلى الرب نطلب. استجب يا رب. مع أمنا القديسة تريزا ليسوع نصلي من أجلنا نحن المجتمعين اليوم في هذه الذبيحة الإفخارستية، ومن أجل أهلنا وأولادنا وأقاربنا وكل أصدقائنا، ومن أجل شفاء مرضانا وراحة أنفس موتانا إلى الرب نطلب. استجب يا رب. مع أمنا القديسة تريزا ليسوع نصلي من أجل أسرتنا الكرملية في لبنان رهباناً وراهبات، كي تسير بأمانة بحسب روحانية أمنا القديسة تريزا ليسوع الأفيلية تحت كنف البتول والدة الإله المجيدة. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. اللهم ملجأنا يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك لكي ننال حقا ما طلبناه واثقين أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. صلوا أيها الإخوة لله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير كنيسته المقدسة بأسرها. ربنا نسألك أن تزكينا هذه الذبيحة وتجددنا لتكن لمن يعملون بمشيئتك الربانية سبيلا إلى نيل الثواب الأبدي الموعود
بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. نرفع قلوبنا إلى العلا. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان. أيها الرب الآب القدوس الله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. فهو الذي أشفق على البشر الضالين فوضع نفسه وولد من البتول. هو الذي قاس آلام الصليب فخلصنا من الموت الأبدي. هو الذي قام من بين الأموات فوهب لنا الحياة الخالدة. لذلك إننا مع الملائكة ورؤساء الملائكة ومع العروش والسيادات ومع سائر جند الجيش السماوي نواصل التسبيح بنشيد المجد هاتفين. إنك لقدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذا متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، إننا نبشر بموتك ونعترف بقيامتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك أيها الآب فيما نحيي الآن ذكرى ألم ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك
كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله وخطيبها القديس يوسف البتول ورسولك الأبرار وشهدائك الأمجاد والقديسة تيريزا ليسوع وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس، ومع أسقفنا بولس، وجمع الأساقفة وسائر الإكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحنناً لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. والآن أيها الإخوة لندعو الله بالصلاة التي علمنا إياها المسيح ربنا والتي بها نذكر أننا إخوة أبناء أب واحد، ولنقول: أبانا الذي في السماوات نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، واعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطايا لنأمن كل اضطراب. نحن منتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلام أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولي الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك لدهر الدهور. أمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا. لنتبادل بفرح سلام المسيح. ليصفح بعضكم عن بعض كما صفح Yeah.
وذا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين لوليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. جسد المسيح أعظم الحياة. Thank you.
لنصلي. غزوتنا يا رب المن السماوي، فنطلب إليك أن نجوع دائما أبدا إلى هذا الخبز منبع الحياة الحق بالمسيح ربنا. آمين. قبل ما أعطي البركة الختامية ونحن عم نقول صلاة القديسة تيريزا، اسمحوا لي أني أشكر الرب على هالنعمة اللي أعطانا إياها بالقديسة تيريزا، بشكل خاص تيلي لوميير ونورسات يلي رافقوا هالرهبانية بهالرحلة. مثل ما قلت لكم، المسيرة اللي عملتها أو عملها تعملها الرهبانية مع عصا القديسة تيريزا اسمها درب النور. مثل ما كان يسوع نور لتيريز، اليوم يسوع وكلمة تيريز هي نور لحياتنا. والرهبانية أرادت أنه تعمل هالمسيرة ب 26 دولة مروراً بلبنان، ويلي بكرة رح تسافر. نحن ما جايبين ذخيرة وجايين تعطيني تجوا مشان الذخيرة، لا، جايين حتى ناخذ شيء من الروحانية، من الشيء الخارجي، ندخل إلى روحانية القديسة تيريزا، ندخل إلى قلب يسوع. ولذلك بتشكر كل اللي ساهموا، ومنو خاص العاملين بمحطة تلفزيون تيلو لوميير نورسات، تلفزيون الام تي في، وكمان وسائل الإعلام المرئية والجريدة اللي رافقت الحدث، صوت المحبة
وكل اللي كانوا حاضرين معنا خلال هالزيارة. بتشكر بشكل خاص بالإسباني اسمحوني أقولها أجريديسكو موتشيسيمو الجروبو إسبانيول كان أكومبانيو الباستون دي سانتا تريزا desde España hasta aquí. Gracias en nombre del pueblo de Dios y de nosotros todos los carmelitas del Líbano. شكرا إلى أبائي الأجلاء وأخوتي وإن شاء الله تكون مناسبة حتى نجدد حياتنا الروحية ونتابع مسيرتنا مع الرب. بنصلي مع بعضنا. أيتها القديسة تريزا ليسوع يا من صرفت عمرنا في خدمة الحب علمينا في هذه الأولية عن سائر ولايتي كيف نسلك بعز وأمانة قائم النور وعيوننا شاخصة إلى الله الذات في الحاضر أبدا في عمر أحمد بياننا أرسل في وجداننا أساس التواضع الحقيقي والتجرد المتجدد من دون انقطاع والمحبة الأخوية المتحررة من كل شر في مدرسة أمنا العذراء مريم سيدة جمال الكامل أوقدي في أحشائنا نار عشق الرسولين الذي لا ينطفئ للكنيسة وليكن يسوع المسيح فرحنا ورجاءنا وينبوع حياتنا الذي لا يمضى بارك عائلاتنا وعلمينا أن نهتف وإياك بكل قلوبنا إني لك يا رب ولأجل قبولك ماذا تريد أن أعمل آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا. بارككم الرب الله القادر على كل شيء الآب والابن والروح القدس آمين. اذهبوا بفرح المسيح الشكر لله.